العراق وين يقع بيا جزء بالجزء الجنوب الغربي من هاي قارة آسيا، وبالقسم الشمالي الشرقي من العالم العربي. يتحدد الموقع الفلكي للعراق عن طريق دوائر العرض وخطوط الطول، فإنه يقع ما بين دائرتي عرض شقد، دائرتي عرض 29 إلى 37 شمالا، وخطي طول شقد 38 إلى 48 شرقا. تحد العراق من الشمال، من الشمال من يلي تحد العراق؟ تركيا، زين. ومن الشرق من تحد؟ إيران. أما الغرب، شوف الغرب من اللي تحد؟ سوريا والأردن والسعودية. أما الجنوب تحد الكويت. أشقد عدد خطوط الطول؟ بالنسبة لخطوط الطول يبلغ عدد خطوط الطول 360 خط، بينما دوائر العرض 180 خط. وضحط اللعب؟ هاي خطوط الطول ودوائر العرض. زين، قد مساحة العراق؟ تقدر مساحة العراق بحوالي 435.052 كيلومتر مربع. هاي مساحة العراق تقديرها. تعد قمة جبل هيلكورد في جبال حصاروشت أعلى قمة جبلية في وطن العراق. زين، إذن تعد قمة ياهو جبل هيلكورد في جبال حصاروشت أعلى قمة جبلية في وطن العراق. أشقد تبلغ نسبة المنطقة المتموجة؟ 15%. إذا تبلغ نسبة المنطقة المتموجة 15% من مساحة العراق الكلية. من أهم تلال، هاي هنا مكتوب شلال، هاي خطأ مطبعي. زين، تلال، من أهم تلال المنطقة المتموجة منو؟ حمرين ومكحول. إذا من أهم تلال المنطقة المتموجة، المنطقة المتموجة زين بها تلال، من أهم التلال هو حمرين ومكحول. تبلغ نسبة السهل الرسوب مشقد 24% من مساحة العراق الكلية. من هضاب المنطقة الجبلية، المنطقة الجبلية بها هضاب، من أهم الهضاب اللي موجودة بالمنطقة الجبلية اللي بنجاوين وجوارته وبجدر. بالنسبة لحدود العراق، تقدر حدود العراق البرية بحوالي 3462 كيلومتر. إذن حدود العراق البرية تقدر ب 3462 كيلومتر، في حين تقدر حدوده البحرية بحوالي 60 كيلومتر. تتسم الهضاب الصحراوية الغربية بكونها تضم عدد كبير من الوديان. الهضبة الصحراوية الغربية بها عدد كبير من الوديان. مثل من هاي الوديان؟ مثل وادي حوران والأبيض. هاي بالنسبة للوديان اللي موجودة بالهضبة الصحراوية الغربية. تغطي النباتات الصحراوية شقد؟ 70% من مساحة العراق. شوف هاي النباتات الصحراوية نسبتها 70% من مساحة العراق. وهاي النباتات الصحراوية الطلاب تتقسم إلى نباتات حولية ونباتات معمرة. زين، تتقسم إلى نباتات حولية ونباتات معمرة. يعد الإقليم الصحراوي من أوسع الأقاليم المناخية من حيث المساحة. هذا الإقليم الصحراوي طلاب، هذا أوسع الأقاليم المناخية من حيث شنو؟ من حيث المساحة. يعد البابونك من يا نباتات؟ من النباتات الحولية. هذا البابونك من النباتات الحولية. يتميز مناخ السهوب بكونه مناخ شنو؟ انتقالي. شوف انتقالي بين من وبين من؟ بين مناخ البحر المتوسط شمالا والمناخ الصحراوي في الجنوب. زين، اذا هذا انتقال بين من وبين من؟ اذا يتميز مناخ السهوب بكونه مناخا انتقالي. هذا بين من؟ بين مناخ البحر المتوسط شمالا والمناخ الصحراوي في الجنوب. 18. تعد المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط السبب الرئيسي لتساقط الأمطار في العراق. إذا شنو هسه السبب الرئيسي لتساقط الأمطار بالعراق؟ هو المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط. النباتات الحولية، النباتات الحولية هاي نباتات فصلية تنمو خلال فصل النمو الملائم، يعني الفصل اللي يلائمها. زين، ولو تتذكرون قبل بالنسبة للنباتات المعمرة، ذيك نباتات تنمو خلال كل مواسم السنة، يعني بكل مواسم السنة هي موجودة. بينما النباتات الحولية هاي لا، هاي الحولية نباتات فصلية تنمو خلال فصل النمو الملائم إلها.
يعد إقليم المناخ الصحراوي أوسع الأقاليم المناخية من حيث المساحة. فهذا الإقليم الصحراوي طلاب هذا أوسع الأقاليم المناخية من حيث المساحة، وهذا ذكرناه قبل شوية. تتميز النباتات التي تنمو على ضفاف الأنهار. شنو مميزات النباتات اللي تنمو على ضفاف الأنهار؟ هاي النباتات اللي تنمو على ضفاف الأنهار تكون كثيفة وتكون دائمة الخضرة. إذا شنو؟ تكون كثيفة وتكون دائمة الخضرة. تضم الموارد المائية مصادر عدة منها. شنو هسه مصادر الموارد المائية؟ هاي الموارد المائية شنو مصادرها؟ مياه الأمطار، هذا واحد. زين انتبه، المياه نقدر نقول مياه الأمطار والثلوج، هذا واحد. المياه السطحية هاي اثنين. زين، والمياه الجوفية هاي ثلاثة. إذن ذني ثلاث مصادر المل للموارد المائية. يتكون نهر دجلة من منابع عدة في تركيا، منها منبع غربي. شوف انتبه، بس انتبه لي. هذا نهر دجلة يتكون من منابع عدة وين؟ بتركيا. أكو منبع غربي وأكو آخر شرقي. الغربي هو بطمانصو والشرقي هو بوتانصو. إذا أكو واحد غربي وأكو واحد شرقي. الغربي بطمانصو والشرقي هو بوتانصو. الرافد الوحيد من روافد نهر دجلة، الرافد الوحيد من روافد نهر دجلة اللي تقع منابعه داخل العراق هو منه؟ هو العظيم. زين، هذا الرافد الوحيد من روافد نهر دجلة اللي منابعه تقع داخل العراق. زين، هو العظيم. طلاب طبعا بالنسبة لهاي المراجعة متوفرة بجميع محافظات العراق، راح أخلي لكم رابط بالوصف وبأول تعليق. من خلال الرابط راح تتعرف على المكاتب تتوفر بيها هاي المراجعة. سعر المراجعة 6000 دينار. أنصحكم أنه تشترون هاي المراجعة أحسن مما أنه جيب دفتر وظل تكتب وياي يروح من وقتك. وعندنا بعد هواي أشياء، زين، هواي أشياء بهاي المراجعة، فأنت إذا ظل تكتب يروح وقتك وكذا، أنت تأخذها ملزمة مرتبة وكذا. يعني أنه أنا جاي أشرح إعلان فاتحة بي دي إف، فأنت جاي شنو؟ شوف شرحي، هي موجودة عندك تروح تقرأ بيها، كلش حلوة راح تصير عليك، وهي سعرها 6000 دينار. عند مدينة الكوت وتحديدا عند سدة الكوت، بمدينة الكوت وتحديدا عند سدة الكوت يتفرع نهر دجلة ومنظفته اليمنى إلى جدولي منه الغراف والدجيلة. زين عين الطلاب، فعند مدينة الكوت وتحديدا عند سدة الكوت، مدينة الكوت وتحديدا عند سدة الكوت راح يتفرع نهر دجلة ومنظفته اليمنى إلى جدولي منه الغراف والدجيلة. تتأثر المياه الجوفية من حيث كميتها ونوعيتها وتوزيعها بعوامل. هاي المياه الجوفية من حيث شنو؟ من حيث الكمية والنوعية والتوزيع تتأثر بشنو؟ بعوامل. شنو هاي العوامل؟ المناخ والتضاريس. يتفرع نهر الهندية إلى فرعين هما. نهر الهندية يتفرع إلى فرعين. شنو هذين الفرعين؟ شط الكوفة وشط الشامية. وضحت؟ إذا النهر الهندية يتفرع إلى فرعين. شنو إذا الفرعين اللي يتفرع عليه النهر الهندية؟ شط الكوفة وشط الشامية. من مشاريع السيطرة والخزن على نهر دجلة، أكو مشاريع سيطرة وخزن على نهر دجلة. شنو هي هاي؟ من أهم هاي المشاريع الثرثار والموصل ودربندخان. يلتقي نهر دجلة بنهر الفرات عند مدينة القرنة. إذا نهر دجلة راح يلتقي بنهر الفرات وين؟ عند يا مدينة؟ عند مدينة القرنة. يدخل نهر الفرات أراضي سوريا بالقرب من يا مدينة؟ بالقرب من مدينة جرابلس. تمام؟ إذا يدخل نهر الفرات أراضي سوريا بالقرب من يا مدينة؟ مدينة جرابلس. يدخل نهر الفرات الأراضي العراقية عند مدينة منو؟ إحصيبة في قضاء القائم. إيش قد طول شط العرب؟ يبلغ طول شط العرب 190 كيلومتر. يزرع محصول زهرة الشمس في العديد من المحافظات، منها هذا محصول زهرة الشمس وين يزرع؟ يزرع ببغداد وبابل. وضحت؟ احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى في إنتاج الشعير. إذا هسه من هي اللي محتلة المرتبة الأولى في إنتاج الشعير؟ هي محافظة نينوى، تليها محافظة القادسية. احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى في زراعة محصول القمح، تليها يا محافظة؟ محافظة ديالة. احتلت محافظة النجف المرتبة الأولى في زراعة الرز،
إذن هسميها من هي المرتبة الأولى بزراعة الرز؟ النجف. يعتمد، هاي هنا مو بيعتمد، خطأ مطبعي، يعتمد نمو السكان على ثلاث عوامل. نمو السكان يعتمد على من؟ على ثلاث عوامل: الولادات والوفيات والهجرة. تتوزع زراعة القمح والشعير في منطقتين هما المنطقة المطرية والمنطقة الإروائية. إذن زراعة القمح والشعير تتوزع بمنطقتين اللي هي المنطقة المطرية والمنطقة الإروائية. يعود نجاح الزراعة في العراق إلى أسباب عدة، منها شنو أسباب نجاح الزراعة بالعراق؟ أكو أرض صالحة للزراعة، والتربة الخصبة، وتوفير المياه والأيدي العاملة. هاي هي شنو عوامل أدت إلى نجاح الزراعة بالعراق: الأرض الصالحة، التربة الخصبة، توفر المياه والأيدي العاملة. يزرع محصول زهرة الشمس في العديد من المحافظات منها بغداد وبابل. إذن زهرة الشمس يزرع هذا المحصول بالعديد من المحافظات منها منه بغداد وبابل. تعد ناقلات النفط البحرية من أفضل الوسائل في إيصال النفط من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك. إذن شنو هي أفضل الوسائل في إيصال النفط من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك؟ ناقلات النفط البحرية. يتمثل النقل النهري بالعراق، النقل النهري بالعراق يتمثل بمن وبمن؟ بنهري دجلة والفرات. إذن نهري دجلة والفرات. يتركز الكبريت في محافظتي منو؟ نينوى وصلاح الدين. إذن الكبريت يتركز وين؟ بمحافظتي نينوى وصلاح الدين في المنطقة الممتدة من جنوب الموصل بها منطقة في منطقة المشراق والفتحة. تتركز صناعة الزجاج في محافظة وين؟ بمحافظة الأنبار. وصناعة تجمع السيارات وين؟ بمحافظة بابل. إذن هسه صناعة الزجاج وين تتركز؟ بمحافظة الأنبار. صناعة تجمع السيارات وين تتركز؟ بمحافظة بابل. زين، تتركز صناعة الزجاج وين؟ بمحافظة الأنبار. بينما صناعة تجمع السيارات وين؟ بمحافظة بابل. هناك العديد من الموانئ البحرية التي تطل على شط العرب، منها ميناء منه؟ ميناء أبو فلوس والمعقل. من الموانئ البحرية التي تطل على الخليج العربي، أكو موانئ بحرية تطل على الخليج العربي، هي منه؟ هي ميناء الفاو وأخور الزبير. هاي موانئ بحرية تطل على الخليج العربي. من المطارات العراقية الجوية، مثل ما المطارات العراقية مثل مطار النجف، مطار بغداد، مطار أربيل. يوجد الفوسفات في منطقة الصحراء الغربية ضمن محافظة وين؟ محافظة الأنبار بيا منطقة عكاشات. يضم وطننا العراق الكثير من المقومات السياحية والأثرية، منها مثل من؟ في بوابة عشتار وبرج بابل في محافظة بابل، وزقورة أور بمحافظة ذي قار، والوركاء بالمثنى، ونفر في السياحة. شنو تعني؟ شنو نعني بالسياحة؟ شنو تعني حركة السكان لمدة تمتد من يوم واحد ولغاية سنة واحد لأي غرض؟ زين، حركة السكان من يوم واحد ولغاية سنة واحد لأي غرض من الأغراض، مثل قضاء وقت الفراغ مثلا، أو التسوق التجاري، أو العلاج، أو الزيارات الدينية، أو استكشاف الإرث الحضاري للعراق. فها هي السياحة. يتمثل دور التضاريس الأرضية، هاي التضاريس الأرضية لها دور بتأثيرها المباشر على بعض عناصر المناخ، لا سيما أنا مو لا سيما خطأ مطبع لا سيما درجة الحرارة والأمطار. إذن هاي التضاريس الأرضية لها دور بتأثيرها المباشر على بعض عناصر المناخ لا سيما درجة الحرارة والأمطار. الصفة السائدة للمناخ في العراق، شنو هي الصفة السائدة للمناخ في العراق؟ هو المناخ القاري. تهب الرياح هذا من يا مناطق من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط الواطئ، وتحمل معها الصفات المناخية للمنطقة التي تهب منها. الرياح السائدة التي تهب على العراق في فصل الصيف يا هي الرياح السائدة؟ الرياح السائدة هي الرياح الشمالية الغربية. هسه احفظ الصفة السائدة للمناخ بالعراق هي الصفة المناخ القاري،
والرياح السائدة هي الرياح الشمالية الغربية. تبدأ الأمطار بالسقوط في فصل الشتاء من يا شهر من شهر تشرين الثاني حتى شهر نيسان. تصل كميات الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية. بالمناطق الوسطى والجنوبية تصل كميات الأمطار إلى 250 ملم، أما بالمناطق الشمالية تصل إلى 1000 ملم. غالبا ما تتفق الأقاليم المناخية في توزيعها بدرجة كبيرة مع من؟ مع تضاريس السطح وعناصر المناخ. اشتهر وطننا العراق بوفرة مياهه، حتى اقترنت تسميته بشنو؟ وطن العراق اشتهر بوفرة مياهه حتى اقترنت تسميته ببلاد ما بين النهرين أو أرض الرافدين. إشارة إلى منه؟ إشارة إلى نهري دجلة والفرات. تعد الأمطار والثلوج المصدر الرئيسي لتغذية الأنهار والموارد الأخرى. هسه من يغذي الأنهار والموارد الأخرى؟ اللي يغذيها هي الأمطار والثلوج، فالأمطار والثلوج تعد المصدر الرئيسي لتغذية الأنهار والموارد الأخرى. يبلغ طول نهر الفرات من نقطة التقاء الرافد في تركيا، شوف انتبه عليه، طول نهر الفرات من نقطة التقاء الرافد بتركيا فراسه ومراسه حتى مصابيه بشط العرب، هذا شقد؟ 2940 كيلومتر. فهذا هو طول نهر الفرات من نقطة التقاء الرافدين في تركيا فراسه ومراسه حتى مصابيه في شط العرب. من الأنهار المهمة والكبيرة في غرب آسيا، إذ يعد ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل، هو منه؟ هو نهر الفرات. هذا من الأنهار المهمة والكبيرة بغرب آسيا، يعد ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل، فهذا هو نهر الفرات. تقدر مساحة الأهوار الحالية بأكثر من 20,000 كيلومتر مربع. فبالنسبة لمساحة الأهوار الحالية تقدر بأكثر من 20,000 كيلومتر مربع. تتوزع الأهوار الكبيرة وين؟ في محافظات البصرة وميسان وذي قار، وتشغل مساحتها شقد؟ 8750 كيلومتر مربع. احتلت بغداد المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، حيث احتلت محافظة المثنى وميسان وكربلاء أقل عددا. إذن هسه بالنسبة لمحافظة بغداد هي المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، بينما محافظة المثنى وميسان وكربلاء أقل عددا. تتأثر المياه الجوفية من حيث كميتها وتوزيعها الجغرافي بمن؟ هاي المياه الجوفية تتأثر بكميتها وتوزيعها بمن؟ بعوامل المناخ والتضاريس. يعد التغير في خصائص التركيب النوعي والعمري من أهم نتائج الهجرة. هذا شو من أهم نتائج الهجرة؟ هو التغير في خصائص التركيب النوعي والعمري. شكل وطننا العراق النواة الأولى للزراعة، وقد عرف بمسميات عدة منها شنو؟ بلاد ما بين النهرين وبلاد الرافدين وأرض السواد. يعني يقول لك أنه العراق شكل النواة الأولى للزراعة، والعراق نعرف بمسميات عدة. شنو هاي المسميات؟ عرف ببلاد ما بين النهرين، عرف ببلاد الرافدين، عرف بأرض السواد. تتصدر محافظة النجف المرتبة الأولى من حيث المساحة والإنتاج، وتليها محافظة القادسية بحسب التقديرات الإحصائية لعام 2019. هنا طلاب يعني المفروض هنا شو تكون؟ تتصدر محافظة النجف المرتبة الأولى من حيث المساحة والإنتاج في الرز، يعني بخصوص الرز. زين هاي هنا في الرز، يعني هاي ما مضيوفة. زين في الرز نقدر نقول هنا في الرز، يعني بالنسبة للرز يا هاي المرتبة الأولى من حيث المساحة والإنتاج. النجف الأشرف زين من حيث المساحة والإنتاج هي المرتبة الأولى، راح تليها محافظة القادسية بحسب التقديرات الإحصائية لعام 2018. تنتشر زراعة الذرة في معظم محافظات العراق. زراعة الذرة تنتشر بمعظم محافظات العراق. احتلت محافظة كركوك المرتبة الأولى، المرتبة الأولى محافظة كركوك احتلتها، تليها محافظة صلاح الدين حسب التقديرات الإحصائية لسنة 2018. تزرع إلى جانب الذرة في وطننا محاصيل أخرى. شنو هي المحاصيل الأخرى؟ أهمها شنو؟ العدس والماش والباقلاء والحمص. العدس والماش والباقلاء والحمص. يزرع في وطن العراق أنواع عديدة من الخضروات. أنواع عديدة من الخضروات تزرع بوطننا، مثل من؟ الطماطم والبامية والباذنجان والسبانخ واللوبيا وغيرها من الخضروات.
احتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى في إنتاج النخيل. إذا من هي المرتبة الأولى بإنتاج النخيل؟ محافظة بغداد، تليها بابل ثم كربلاء. الطرق الأوسع انتشارا بالعراق، شنو هي الطرق الأوسع انتشارا بالطرق بالعراق؟ طرق النقل بالسيارات وسكك الحديد، هاي الأوسع انتشارا. يرتبط، طبعا إذا جاب لك فراغ واحد، إذا جاب لك فراغ واحد اكتب بالسيارات عفوا سكك الحديد، زين عفوا سكك، هو على الأغلب يجيب لك فراغ واحد، فأنت بالفراغ الواحد اكتب السيارات، إذا جاب لك فراغين اكتب السيارات بالبداية وراها سكك الحديد، وضحت؟ صار واضح؟ إذا جاب لك فراغ واحد اكتب السيارات، زين عيني؟ يرتبط النشاط التجاري، النشاط التجاري يرتبط بمدى التطور الاقتصادي بين قوسين الزراعي والصناعي. إذا التطور الاقتصادي النشاط التجاري يرتبط بمدى التطور الاقتصادي الزراعي والصناعي، ويتطور طرق النقل وبتطور طرق النقل والمواصلات. يتميز هيكل الصادرات العراقية على التخصص في سلعة واحدة وهي منو؟ النفط الخام، زين. إذا هيكل الصادرات العراقية يتميز بالتركيز على أو التخصص على بالتركيز على التخصص على سلعة واحدة وهي منو؟ النفط الخام. تشكل السياحة بوطننا، السياحة بوطننا تشكل جانب اقتصادي وثقافي وإعلامي مهم بالوقت الحاضر. قدمت لكم طلاب فراغات تخص الجغرافيا، اللي لحد ما ضغط لايك أتمنى يضغط لايك على مود انه الفيديو ينتشر. وبخصوص هاي المراجعة انصحكم تشتروها، راح اخلي لكم رابط بالوصف وفي اول التعليق، من خلال الرابط راح تعرفون على المكاتب تتوفر بها المنزل. هنا طلاب اختم الفيديو، تقبلوا تحياتي في امان الله.